عسلامة بندوشيتي. اليوم عنا فيديو محليها على الاخر يحكي على The Number Guessing Game. اليوم يعني باش نعملو مع بعضنا اللعبة، البيسي يحط عنده نومبر وانا نحاول اني نطلع العدد هذاك اللي هو عطاهولي. به اول حاجة باش نبدأ البروغرام متاعي باش نحط import random module. فما موجود في البايثون هو is a built-in module. الموديول هذايا شنو الفايده نتاعو؟ هو يصنع لي random numbers، هو وحده يصنع لي دي نومبر اليتوار. داكور بي نتعداو للي بعدها. باش ناخذو فاريابل باش نسميوها n، باش نقولو n ايغال random point range range من 1 حتى ل 10. شنو نقصد بها؟ باش نقولو اختار نومبر حطو في وسط n. الفونكسيون هذيا اللي اسمها راند رانج، الفونكسيون هذيا راهي موجوده، هي ميثود ميثود الميثود هذيا موجوده في وسط راندوم الموديول هذاك، اللي هي المعنى نتاعها انه تختار نومبر ما بين زوز رانجوات ما بين ال1 وال10. لازم يختار نومبر ما بين ال1 وال10. ب نرجعوا للستار اللوطاني. guess ايغال انت input enter any number. باهي حطينا فاريابل اسمها guess. guess شنو باش نحط فيها؟ باش نقولو اكتب لي enter any number، وهو كي نقولو enter any number يقول لي اكتب لي شنو النومبر اللي انا نحب نحطو. هو باش يقول لي طلع النومبر، هو عنده نومبر انا مش قاعده نشوف فيه. مثلا هو اختار 5، انا باش نحاول نكتب نومبر يقرب شي لك الخمسة ويشوفو اسكو بعده هو يسر عالي عليه والا اقل من نومبر هذيك، هي اكبر اقل. دونك باش نحطو الوايل وبعديك نحطو ان ونحطو نقطة التعجب وبعدها ايجال. نقطة التعجب وبعدها ايجال يعني not equal، يعني ما همش قد قد. باهي لازم الان قالك دونك ان ما هيش قد الجاس، يعني اللي انا النومبر اللي طلعته انا والنومبر اللي عند البيسي ما همش قد قد. كان طلع اصغر قول لي راهو تو لو، كان طلع اكبر قول لي راهو تو هاي. وفي كل مره قول لي عاود اكتب نومبر مره اخرى انتر نمبر اجين. به في الاخر بريك وكتبت print you guessed it right. كان انا النومبر ما هوش هو بيدو النومبر اللي انا طلعته، دونك باش يقعد هو يقول لي ياهو اصغر والا اكبر. كان طلعته قد قد هو باش يقول لي تو سامبلومون طلعت النومبر نتاعك وصحيت ويو جيست ات رايت، جبتها صحيحه. دونك ذاتس اول في الفيديو نتاع اليوم. ان شاء الله في فيديوهات اخرين باش نحكيو على جيمز اخرين ودي بروجي او بيتي بروجي اخرين نتاع عباد بيجنرز وحتى ادفانسد بوتيتر. دونك ما تنساوش تعملوا لايك وشير وتكتبوا كومنتار كان عجبكم الفيديو متاعي. Thank you so much. Bye.